إنفاذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق. أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن إطلاق الصفحة الرسمية الخاصة بخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك تزامنا مع إطلاق الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة دنيا سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا بك في نشرة الثالثة. حول الصفحة الإلكترونية بداية، ما أهم ما تتضمنه هذه الصفحة من معلومات؟ مساء الخير. نعم، أعلنت الوزارة قبل أيام عن تدشينها لصفحة متخصصة لمشروع تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة. طبعا تم العمل على هذه الصفحة منذ بداية الإعلان عن الخطة التنفيذية للمشروع، وتتضمن الصفحة الدليل الإرشادي للمشروع واللي راح يستفيد منه المطورين بالمنطقة، الباحثين والمتخصصين في هاي الشأن. نعم. وطبعا بدون شك جانب التعريف بأهداف المشروع ومخرجاته متوفرة في الموقع حق اللي حاب يشوفها، إلى جانب نماذج مصورة لأساليب الترميم المباني التراثية اللي وضعناها. يتضمن بعد الموقع الأسئلة الأكثر شيوعا، من خلالها احنا سوينا تم رصد الاستفسارات المتكرره والتي تم طرحها من قبل المواطنين والمتخصصين وحطيناها في الاسئله الاكثر شيوعا. وبعد من اهداف الموقع هو التوعيه والتثقيف عن المشروع، فبالامكان متابعه مستجدات سير العمل من خلال الاخبار والمواد الاعلاميه اللي يوفرها المركز الاعلامي في الموقع. نعم، إذن كما ذكرت أستاذة دنيا أن الصفحة تضم الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني، لكن ما أبرز ما يضم هذا الدليل عبر يعني الصفحة الإلكترونية، وهل هو متاح للجميع لتحميله؟ نعم، هو متاح للجميع لتحميله، ويتضمن الدليل الاسترشادي الأسس المستخلصة من التاريخ العمراني لمدينة المحرق، والضوابط التصميمية للتعمير في مناطق التراث العمراني، والضوابط التصميمية لواجهات المباني. إلى جانب ذلك يشتمل الدليل على الضوابط التصميمية للبنى التحتية ولمساحات التسجير. وطبعا مثل ما ذكرت أن الدليل الاسترشادي متاح للجميع عبر الموقع، ويمكن تحميله بكل سهولة، حتى المطورين العقاريين والمتخصصين مزاولي المهن بالإمكان الاستفادة من هذا الدليل. نعم، إذن الأستاذة دنيا سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك. شكرا.